وصلنا إلى مرحلة الخطر في العناية المركزة دكتور؟ احنا تقريبا وصلنا إلى مشابه وضعنا تقريبا إلى ما كنا عليه لما كنا في البدايات في شهر 6-7. تقريبا وصلنا إلى وضع مشابه جدا، عدد كبير من الحالات، المصابين، الناس اللي هم كبار السن، اللي أصحاب الأمراض المزمنة، الحالات اللي تدخل العناية المركزة. نعم، لاحظنا زيادة في أعداد الوفيات حتى بالفترة الأخيرة. نعم، هذا يؤدي إلى زيادة عدد الوفيات، نعم، لأن الفئة المستهدفة الآن هي الفئة كبار السن اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة للأسف يعني.